هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام متابعي صندوق الخزنه للفطامين ناتي بكم الى اشواط الصعوب التي تاتي لاول مره بهذه المشاركه. مرحبا بكل المشاركين في صندوق الخزنه للفطامين على بركه الله وتوفيقه. اعلنت هذه الانطلاقه ومباشرة إلى المركز الأول. إنجاد تأتي في المركز الأول، خليفة بن يمعة بن جبر السويدي يقدم إنجاد على المركز الأول على الصدارة الأولى. هذه النوعية الفريدة، هذه النوعية الممتازة، هذه النوعية المحبوبة في عالم السرعة، عالم الأداء المميز. تتقدم لخليفة بن يمعة بن جبر السويدي المركز الثاني. الوصول من ايضا هنا كمشاهدي العزاء عبد الله بن غالب ايضا الكثيري ياتي على المركز الثاني ليقدم ايضا هنا كمشاهدي العزاء. الشبله وصلت في هذه اللحظات، وصلت ايضا الشاهينيه. خميس بن عبيد بن شلبود الخيالي ما شاء الله وصلت ناصيه محمد بن خليفه النعيمي، ولكن انجاد 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 على المركز الاول. خليفه بن يمعه بن جبر السويدي يقدم انجاد على المركز الاول، يقدم انجاد على الصداره على مقدمه هذا الشوط. السلاله يا سعيد، السلاله عرب، سلالتي عرب المملوك لهجن العاصفه. يا سلام يا سلام على هذا الاداء المميز والاداء الممتاز في شوط الصعوب. هذه هي انجاد، انجاد لخليفه بن يمعه بن جبر السويدي. السويدي غادر الجميع، السويدي انفرد بالمركز الاول في اول اشواط الصعوب. ما شاء الله تبارك الله، هذه انجاد على المقدمه على الصداره على مقدمه هذا الشوط المية متر الاخيره. اذا مشاهدين الاعزاء تهانينا لخليفه بن يمعه بن جبر السويدي على فوز انجاد بالمركز الاول وسلاله عرب، عرب هجن العاصفه. لحظات الوصول بالمركز الاول، دقيقتين 11 ثانيه توقيتها الزمني. المركز الثاني من وصلت فيه مشاهدين الاعزاء في ذلك المراكز الشاهينيه، خميس بن عبيد بن شلبوت الخيل. المركز الثالث ناصيه لمحمد بن خليفه النعيمي، ثاني وناموس حيث قطعت دقيقتين 11 ثانية. تهانينا والناموس.